اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم علم طفلك مع الخاله ناني. هنقدم لكم كل شيء مفيد وكل شيء مبدع. علشان نطور وعلشان نكون مبدعين لازم نتعلم، والتعلم مش بيكون من يوم وليله، لا ده احنا كل يوم بنتعلم حاجه جديده زي ما اتعودنا مع اطفالنا ومع كل مشاهدينا. تابعونا ان شاء الله هتكون حلقتنا مميزه، وتعالوا نسمع حاجه عن الأمل وعن السعادة ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا في برنامجنا علم طفلك. علم طفلك مبني على أساس التعلم، كل يوم بنتعلم وبنجيب لكم معلومات جديدة لأطفالنا، إزاي نطورهم وإزاي نخليهم مبدعين، ده موضوع حلقتنا النهاردة. أساس التعليم هو التطور، وعلشان إحنا جيل حديث وجيل جديد كل يوم في سرعة جديدة، في تطور حديث، في معلومات أكتر، جبنا لكم معلومات خطيرة عن تطور التعليم. الحقيقة أنا بشكر معالي الوزير جدا على التطور والتدريب اللي قام بيه للمعلمين، واللي كل يوم بيدرب على أساسه معلمين جدد. وعايزة أقول لكم إن تطور التعليم بشكل بالمحاكاة، يعني إحنا هنتعلم من أصول مجتمعنا اللي إحنا موجودين فيه، بمعنى إن كل شيء بيمر على حياتنا هنعمل معاه ترابط بين المجتمع وبين الطفل. علشان كده أسلوب التعلم الجديد هيكون متطور لأطفالنا، هيكون مبدع أكتر، إن كل طفل هيحدد هدفه منذ صغره. طب إزاي؟ ما إحنا لو أسسناه على النجاح وعلى إن في أصول للنجاح، أولها ثقته بنفسه وثقته بربنا سبحانه وتعالى. علشان يطور من نفسه لازم يثق في نفسه ويثق في ربنا سبحانه وتعالى أولا، وبعد كده هيبتدي يتواضع مع الحواليه عشان يبتكر ويبتدي يتقبل معلومات أكتر، وبعد كده هيبتدي يتحمل المسؤولية، وده من خلال ان احنا بنعمل محاكاة ما بين المعلم وما بين الطفل، انه يقدر يعمل محاكاة ما بين مجتمعه، انه ازاي يطور من نفسه، ازاي يتعلم شيء موجود حواليه مش مختلف عنه. علشان كده اسلوب التعلم الموجود الحديث دلوقتي مرتبط دايما بالطفل وبعاداته وتقاليده ومجتمعه وبيئته اللي بيعيش بيها او بيعيش فيها. تعالوا نكمل موضوعنا تاني ونقول عن التعلم والإبداع. بعد ما هيتحمل مسؤولية وهنبتدي إن إحنا نولي الطفل مدركات صغيرة أو نعمل له محاكاة صغيرة ما بينه وما بين المجتمع، هيبتدي الطفل يحس بمسؤوليته اتجاه مجتمعه واتجاه الأفراد الموجودين حواليه، وليكن اتجاه أسرته اللي هيكون دايما بيتمنى إنه يكون ناجح عشان يكونوا فرحانين. ما ينفعش أقول لابني أنت فاشل لمجرد ان هو وقع منه سؤال او ما قدرش ان هو يبدع فيه او يحله. كل طفل ليه مدركات معينه وليه فروق فرديه ما بينه وما بين اللي حواليه. في طفل بيتعلم بالنظر، وطفل بيتعلم بالسمع، وطفل بيتعلم بالاتنين مع بعض او بالحركه. علشان كده كل طفل ليه منهج معين وليه طريقه معينه للتدريس بيدركها المعلم، المعلم المبدع، وده اللي دلوقتي بنكون موجود حوالينا وبنحاول نطوره أكتر وأكتر، هو المعلم، لأنه أساس العملية التعليمية. إزاي يكون معلم مبدع؟ إزاي يكون معلم متدارك للي حواليه؟ ده من خلال ثقافته ومعلوماته وتطوره المستمر، وده اللي أتاحه لنا من خلال بنك المعلومات ومن خلال الطرق البحث الكتيرة عن طريق جوجل وعن طريق هنقول مواقع مختلفة عن طريق السيرش. بيقدر المعلم يطور من نفسه في وقت وجيز جدا، بيقدر يتعلم حاجات حديثة وينقلها، وكمان التعلم من خلال الخبرة عن طريق خبرة الكبار اللي بتتنقل للصغار، واللي الحقيقة ان ده بدأ ينتشر بشكل جميل ومتطور، العلم بكل مقاييسه وبكل معلوماته. احنا بنعيش علشان نتعلم وعلشان نطور من انفسنا. تعالوا نشوف الخالة ناني مجهزة لنا ايه دلوقتي ونرجع تاني. نبي عظيم صبر صبر سنين كتير، واتضرب بيه المثل عندنا كتير، بيقول لك يا صبر، ولان صبره وتحمله كان شديد جدا على المآسي والصعاب، فقده لاولاده وفقده لكل شيء وماله، خلاه حتى مرضه يصبر سنين كتير على المرض.
ويقول ربنا متعني بخير كتير طول الأعوام اللي فاتت، أنا هصبر. ولما اشتد عليه المرض وملقاش زوجته لأنها كانت في مشوار بعيد عنه في الوقت ده، رغم أن صبرها كان شديد كمان هي كمان على مرضه، قال لي ربنا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا أمره يعمل حاجة، وفعلا اتفجرت من تحت قدماه عيون من المياه وكانت فيها شفاء لي. يا ترى عرفتوني؟ يا ترى عرفتوا مين النبي اللي بنتكلم عنه؟ يا صبر ارسلوا اجاباتكم على حكايات الخلناني باللغة العربية او على اليوتيوب على حكايات الخلناني باللغة العربية برضو. تابعونا في كل ما هو جديد في عالم الطفل مع الخلناني نور الحسين. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا في برنامجنا علم طفلك. يا ترى مين عرف حل الفزورة؟ منتظرة اتصالاتكم على أرقامنا اللي ظاهرة على الشاشة. تعالوا نكمل موضوعنا وهو الإبداع والتطور. إزاي هكون إنسان ناجح؟ إنسان ناجح يعني هعرف نقاط فشلي وهتجنبها، بمعنى إني لو لقيت إن شيء مش متماشي معايا أو إن ده بيرجعني هحاول إن أنا أتجنبه وأعرفه. ياريت كل شخصية جميلة بتمر بمواقف نجاح ومشهورة ومعروفة تبقى تحكي لكل اللي حواليها عن إيه هي النقاط اللي واجهتها من صعوبات، ومش هنقول فشل لكن هنقول صعوبات، عشان يقدروا إن هم ينقلوا نموذج جميل لكل الموجودين وإزاي إن هم يتجنبوا النقاط دي ويعدوها علشان يبقوا ناجحين. أهم حاجة علشان أكون ناجح هو إصراري على النجاح. إزاي أكون إنسان ناجح؟ هصر على نجاحي ده، وأكيد هيكون ثقتي بنفسي هي الأساس. طيب أنا دلوقتي بدأت أنجح، هعمل إيه؟ هطور وهكون ماهر، هكتسب مهارات متعددة من كل اللي حواليا وهبتدي إني أنا أطورها بشكل جديد عشان أكون مبدع. الإبداع والمهارة اتنين مرتبطين ببعض، يعني أنا بكتسب مهارات علشان بس إن أنا أكون واقف عندها وما أطورهاش؟ لأ، ده أنا كمان هحاول أطورها لشكل جديد ومبدع بطريقة مختصرة وبسيطة. ممكن يكون ابني عنده الفكرة دي بس ما عندوش دراسة بيها أو دراية، أنا اللي هقدر أوجهه كأم أو أب أو كمعلم من خلال مشاهدتي ليه ومتابعتي. لازم أتابع أبنائي بشكل جيد، مش معنى ان انا بفرجهم على كرتون بشكل مستمر ان هم قاعدين ساكتين ومنصتين شايفين كل حاجة وخلاص، لا، ده في امراض كتيرة بتهاجم اطفالنا بسبب الشيء ده، او هنقول بسبب مشاهدة الكرتون باستمرار. امراض متنوعة بتصيبهم، وخاصة لما يكون الطفل عنده عنف شديد اتجاه اللي حواليه. حاول ترجع للحاجات اللي بيشاهدها وبيتعلم منها. اولادنا زي الهارد اللي لسه بيتحمل بشكل احنا اللي بنحمله، يعني بمعنى احنا اللي بنديهم وبنكتسبهم المعلومات دي، سواء كان من التلفزيون او حتى من خلال المواقع المختلفة اللي بيشاهدوها. مفيش طفل دلوقتي ما بيدخلش على السوشيال ميديا وبيتابع فيها او على اليوتيوب وبيتفرج على الشيء اللي بيعجبه. حاولوا تتابعوا اولادكم وتوجهوهم لكل ما هو مفيد. حاولوا تنشطوا دايما ذاكرتهم وعقولهم، لان هم دول جيل المستقبل، الجيل اللي هيكون باقي لينا بإذن الله وهو اللي هيحمي الأوطان. علشان كده لازم بنقول لكم تابعوهم ووجهوهم. في البداية هتكون صعبة لكن بعد كده هتشوفوا نتائجها جميلة جدا. والخلناني بتقدم دايما حكايات مفيدة لتعديل السلوك وتنمية المهارات الخاصة بالأطفال علشان يكونوا متطورين ومبدعين ومواجبين دايما لكل العالم اللي حواليهم. نرجع تاني لموضوعنا وهو الإبداع والتطور. طيب أنا ابني خطه ما بيقدرش يمسك القلم، خطه مش لطيف، هحاول أنمي الأنامل. هنميها إزاي؟ في أعصاب خاصة بالأنامل هنا هنحاول ننميها من خلال ألعاب جميلة جدا. لو كان الطفل عمره 4 سنين بجيب له زي أنواع ما ينفعش إن هو يحطها في فمه،
نوع من انواع الالعاب اللي هي يقدر ينقيها. هقول له مثلا اختاري اي لون موجود قدامك من الالوان اللي موجوده في مثلا طبق، وليكن طبق هيكون معايا في بعض الالوان او الكور الملونه اللي حجمها مثلا هيكون متوسط، وهبتدي اقول لابني حاول تاخد الكوره الجميله دي اختار لي اللون مثلا الازرق. ابني هيبتدي يستجيب للالوان دي وهيحاول ان هو يختارها. هبتدي كل شويه اجيب احجام مختلفه من الكور بحيث ان انا اخلي ابني ينمي اعصاب واطراف انامله بشكل مستمر، وبالتالي لما هيجي يمسك القلم هيبتدي ان هو يمسكه بشكل جيد. طيب بدأ ابني ينمي من نفسه ويطور، وابتدى ان هو خطه يبقى جميل وحروفه تبقى يعني نوعا ما متوسطة او شبه اللي حواليه شبه اقرانه. هبتدي اعلم ابني ازاي يتعامل مع اصدقائه. لو لقيت ابني بيحاول ان هو يكذب، او هنقول هو مش عارف ان ده كذب لكن مفكر ان دي معلومات ان هو بيحاول يخفيها عن اللي حواليه، ده شيء صح او يحاول يعكس الحقيقة، هحاول اوجه ابني لكل ما هو صحيح واكافئه لما يقول لي على حاجة صح. بمعنى اني لو حسيت ان هو بيكذب او بيخفي حاجة مش حقيقية او بيعكسها هقول له ان انا مش هشجعك على ده، احنا مثلا رايحين مشوار او مناسبة جميلة مش هخليك تروح علشان انت ضحكت عليا وما قلتش الحق، لكن لما يقول لك الحق حاول تكافئه حتى ولو كان ان ده فيه نوع من الغلط، بمعنى ان هو عمل شيء غلط هحاول ان انا اقول له اتجنب الشيء ده علشان لو عملت غلط تاني انا مش هقدر اسامحك، وبكده هكون كسبت ثقته وكمان وجهته بطريقة شيك وبنفس الوقت بمعاملة لطيفة. ابني هيقدر من بعدها ان هو يحكي لي على كل اسراره، وخلوا بالكم ان دي بتكون نواة داخل الطفل بتتزرع لفيما بعد، لما هيكون في سن معين زي 16 سنة او 15 سنة هيبتدي يكون صاحبك وصديقك. اساس عملية التعلم هو الحب، الحب السائد ما بين الابناء للاباء للابناء وما بين الابناء للاباء، يعني العملية كلها مش معكوسة، لا دي دايرة دايرة مع بعضها، بمعنى انها دايرة مغلقة، لازم الحب يكون صاير ما بينك وما بين اولادك. كذلك المعلم اللي ليه دور مهم ان هو بيوجه اولاده وبيعلمهم عن طريق الحب. لو قدرتوا توصلوا للمحبة اللي موجودة ما بينكم وما بين اللي حواليكم هتقدروا ان انتوا تعلموهم وتستفادوا وتستفيدوا منهم ومن معلوماتهم. ممكن ابني يقول لي معلومة؟ ممكن، زي ما شفنا في حلقات متميزة لكبار المشاهير والفنانين ان اولادهم بيكون معاهم بيقولوا لهم معلومات. ممكن يكون الولد او الابن يكون اصغر سنا، وده الحقيقي ان هو اصغر سنا من والده او من والدته، ولكن عنده معلومات قوية يمكن تفيد والده. انا ببتدي ازرع الثقة ما بيني وما بين ابني، ببتدي اكتسب منه معلومات وكمان اوجهها له بشكل مفيد. يعني ممكن ابني يقولي على معلومة ولكن ما تكونش مفيدة في الوقت الحالي، انا هختزنها، هحاول ان انا اقوله برافو عليك احسنت، بس احنا هنعمل حاجة جديدة، هنطور من حاجة جديدة، تعالى نكتسب معلومة اكتر، طب اقولك عن كذا. لازم يكون الاب والام عندهم معلومات تسبق اولادهم، بمعنى ان هم يقدروا يكتسبوا منهم او يحتووهم بكل معلوماتهم ويوجهوهم دايما للصح، علشان ده هيكون في سن بعد كده او في المستقبل بعد كده هيكون نقطة تواصل وتلاقي خاصة في سن المراهقة. تعالوا نشوف الخالة ناني مجهزة لنا ايه ونسمعه ونرجع لبعضينا تاني. ونقول اهلا بيكم احباب الخالة ناني في حكاية جديدة، يلا بينا. حكايتنا بتقول كان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. من الأيام اتجمعوا الأصدقاء وراحوا لجده. جده كان راجل كبير وحكيم جدا، قعدوا كده وعملوا دايرة جميلة بعاد عن بعض علشان كانوا خايفين من الكورونا، وكل واحد كان لابس الكمامة بتاعته. وهم قاعدين يا أصحابي، قال جده هحكي لكم حكاية جميلة، بس أولها يا أصحاب إن كان في راجل كبير اسمه سعفان. عم سعفان
كان عنده أرض كبيرة جدا مليانة خير ربنا، لكن كان في واحد ظالم قوي وكان بيطغى على الناس، كان بيظلمهم وبياخد منهم أراضيهم الجميلة. أول ما لقى أرض عم سعفان جميلة راح خدها منه. عم سعفان فضل يبكي ويقول له دي أرضي، قال له لأ خلاص من النهاردة دي بقت أرضي أنا. ولأن الراجل ده كان بيستخدم قوته والناس اللي بيخدموا عنده، وكمان كان شايف نفسه لأنه غني جدا، فكر إن الناس دي هتساعده في يوم من الأيام إنه يظلم أكتر وأكتر. لكن عم سعفان قعد يشتكي لرب العباد اللي هو أقوى منه وأقوى من أي حد، قعد يقول يا رب يا رب أنت القوي على كل قوي، أنت حسبي ووكيلي يا رب العالمين، أنت اللي هتغتني من الظلم الكبير. وفعلا عم سعفان ما كانش بيفوت عليه يوم غير ويدعي ربنا إنه ينجيه. عم سعفان قال إن الظالم ده ربنا أكيد أكيد هياخد له حقه منه. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وتعالوا معانا اتصال من أم نورة نقول ألو. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. أهلا أهلا بيك، اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتور، اتفضلي. أنا عندي بنتي 4 سنين ماشي، تمام. فهي عصبية أو ما بتقبلش الكلام مني، تمام. كل ما أقول لها ما بترضاش تعملها، ما بتسمعش كلامها، وفي الاخر مثلا ممكن تمد ايدها عليا، اجي اكلمها تروح جايه ضربوني. اعمل معاها ايه ديت؟ واتعامل معاها ازاي؟ تمام، تابعينا وهنقول لك الاجابه اكيد يا ام نوره، وتشرفنا جدا باتصالك. زي ما قلنا اولادنا هم سر واساس تواصلنا وهم جيل المستقبل. ما ينفعش ان ابني يعمل سلوك سيء اتجاهي وانا اكافئه على ده. ما ينفعش ابني يسيء ليا او بنتي وان انا الاقيه بشكل عصبي هحاول ان انا اشوف انواع الاكلات اللي بياكلها ابني ايه او اللي بيتعامل معاه ايه. همنع الشوكولاته لو كان ده بشيء بيأذيه وبيخليه عصبي بشكل كتير. همنع حاجات كتيره بتأذي ابني زي السكريات عامه لو ابني بيتعامل بشكل صعب او ما بيستجبش ليا، تمام، او بنتي عامه يعني. طيب بنوتي عصبية جدا وبتحاول ان هي دايما بتضايقني او بتسئلي قدام الاخرين، هوجهها مرة والتانية ان ده شيء مؤذي ليا من خلال نظراتي، من خلال حاجة بتحبها انا هحاول ان انا امنعها عنها. بمعنى ان هي الطفل دلوقتي بيستجيب، والطفل دلوقتي زي ما قلت ان هو عبارة عن هارد فارغ، بيتقبل منك كل شيء او زي ما انت بتربيه او بتعلمه هو بيستجيب للاستجابة دي. بمعنى ان انت لو قدرت ان تتواصل ايه الشيء، او حضرتك قدرت تتواصلي ايه الشيء اللي ممكن لو منعتيه عنها هيخليها ان هي تكون مستجيبة اكتر، او الاول هتكافئيها هتلبلها الحاجة اللي هي بتحبها علشان تعرفي ايه اللي هي الحاجة اللي بتأثر فيها، وبعد كده هتبتدي تمنعيها عنها اول ما تلاقيها عصبية، بالتالي ان هي هتغير من سلوكها علشان تاخد الحاجة الحلوة الجميلة اللي هي بتحبها. يعني لازم في الأول أتواصل عن طريق الحب، وانتي أمها وأدرى بيها. تعالوا نكمل حلقتنا النهاردة ونقول لكم إن تواصلنا مع أبنائنا هو سر نجاحنا. لازم أوجه أولادي للشيء الصح من خلال عمرهم الصغير واستجابتهم، يعني من سن 4 سنين بتبتدي تتشكل شخصيته إزاي. أيوة بيبتدي يستجيب، بيبتدي يتعامل، يبتدي يكون ليه شخصية. زي ما قالت الأم إن بنتها بتحاول تفرض عليها شيء، عندها 4 سنين بس، دي صغيرة جدا، ما هي لو كبرت على العمر ده هتبقى عنادية جدا. ولاحظوا إن من سن 4 سنين ل6 سنين بيكون الطفل بيكتسب مهارات من اللي حواليه عن طريق العند، يعني ده سلوك سوي، بس في نفس الوقت أنا بحاول أوجهها من خلال العند بتاعها ده إن ده ما ينفعش، لازم تكوني شخصية سوية، تسمعي الكلام، تسمعي كلام ماما، تسمعي كلام بابا اللي بيتواصل معاكي دايما. من خلال دايرة الحب، يعني الشيء اللي أنا بحاول أحببه فيها أو هي، بجيب لها مثلا عروسة جميلة بشوفها بتستجيب ليها بتحبها بتلعب معاها، طيب لو أنت عملت السلوك ده أنا هحوشها عني،
يعني هبناها منك. طبعا هي بتفهم طريقة كلام الأم، ولكن مش هتقدر تتكلم على حسب سنها أو على حسب طريقة تواصلها، طريقة تحدثها. هي تقدر تقول جمل أو تقدر تقول كلمات بسيطة، هي هتفهم تواصلك ده. يعني لازم في الأساس الحاجة اللي بتحبها هبتدي أحببها فيها أكتر، ولما يصدر منها سلوك غير سوي هبتدي إن أنا أبعد الشيء ده عنها. من خلال استجابتها هتحددي سلوكها وهتقدري ان انت تتواصلي معاها بشكل مستمر. كمان لو في برامج للاطفال او كرتون زي ما قلت لحضراتكم، اكيد الكرتون بيخلي الطفل، في بعض افلام الكرتون بتخلي الطفل عنيد جدا، نظرا لاني قلت لحضراتكم انه بيكتسب مهارات متنوعه من خلال الكرتون ده. يعني بمعنى ان هو بيستجيب لكل شيء موجود وبيحاول ان هو يقلده، فبالتالي ممكن يكون الشيء ده موجود في الكرتون. حاولي ان انت تشوفي هي بتشوف ايه وتتابعيها وتوجهيها لحاجة تاني افضل. تعالوا نكمل موضوعنا التطور. هنطور نفسنا ازاي؟ هنتعلم ازاي؟ عندنا يعني هنقول مواقع التواصل الاجتماعي موجودة فيها معلومات كتير، او سواء كان عن طريق مواقع مختلفة من خلال الانترنت او بنك المعرفة المصري أو حاجات كتيرة جدا 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 ممكن تبحث عنها كطرق تعليمية أو كأفلام، هنقول معلومات مختلفة. سؤالك حتى لو بتسأل عن شيء معين هتلاقي كذا إجابة. اكتسب المهارات وابتدي تعلم، أو حتى اكتساب المهارات من خلال الغير الأكبر سنا أو اللي عنده معلومات أكتر أو المتخصص. ابتدي اكتسب المهارات واعرف معلومات أكتر علشان خاطر أولادك، ونقولها لهم بشكل مفيد وبشكل جميل. بمعنى من خلال حدوتة، يمكن استراتيجية السرد اللي هي الحكايات زي ما بتستخدمها الخالة ناني. بتمنى ان الجميع من سن 4 سنين لتسع سنين في بعض الاستجابات القوية جدا لأطفالنا، وده من خلال بحث أجريته سابقا على أولادنا ان هم قد ايه بيقدروا ينصتوا ويسمعوا اكتر ما يشوفوا. يعني بيحبوا الصوت جدا وبيحبوا يسمعوا الحكايات. ابتدوا احكوا لهم حاجات مفيدة ممكن مش بطريقة مباشرة، واسألوهم فيها انتوا اتعلمتوا ايه. حقيقة انا عارفة ان في اوقات كتيرة وقتنا بيكون سريع وما عندناش وقت، ولكن مش هياخد من وقت حضرتك او حضرتك وقت بسيط جدا حوالي 3 دقايق او 5 دقايق لو حكيت حدوتة مفيدة لأولادك. ولازم تكون يعني فيها متضمنات لتعديل السلوك الخاص بطفلك. علشان كده أنا بطلب منكم أنكم تتابعونا دايما على حكايات الخالة ناني عبر الفيسبوك أو اليوتيوب. هتلاقوا حكايات تخدم أعمار أطفالنا المختلفة. تعالوا نكمل في موضوع المعلم المبدع، وده المحور الأساسي. علشان أطور من دولة لازم أهتم بأبنائها. طب أهتم بأبنائها إزاي؟ عن طريق التعليم. وده اللي حصل في الوقت ده، ان احنا بنحاول نهتم باولادنا بشكل جدي وفعلي وحصري كمان. احنا نطور من اسلوبنا وتعاملنا مع الاولاد. يعني بمعنى ان انا هحاول الاقي نقطة تواصل كمعلم ما بيني وما بين الطفل الموجود قدامي. طب انا عندي عدد من الاولاد، هتطور ازاي؟ هنمي منهم ازاي؟ هحاول ان انا اتكلم معاهم. تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني. ده بيعظيم صبر صبر سنين كتير، واتضرب بيه المثل عندنا كتير، بيقول لك يا صبر، ولان صبره وتحمله كان شديد جدا على المآسي والصعاب، فقده لاولاده وفقده لكل شيء وماله، خلاه حتى مرضه يصبر سنين كتير على المرض، ويقول ربنا متعني بخير كتير طول الاعوام اللي فاتت، انا هصبر. ولما اشتد عليه المرض وملقاش زوجته لانها كانت في مشوار بعيد عنه في الوقت ده، رغم ان صبرها كان شديد كمان هي كمان على المرض، قال لي ربنا ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ربنا امره يعمل حاجة، وفعلا اتفجرت من تحت قدماه عيون من المياه وكانت فيها شفاء لي. يا ترى عرفتوني؟ يا ترى عرفتوا مين النبي اللي بنتكلم عنه؟ يا صبر
ارسلوا اجاباتكم على حكايات الخالناني باللغه العربيه او على اليوتيوب على حكايات الخالناني باللغه العربيه برضو. تابعونا في كل ما هو جديد في عالم الطفل مع الخالناني نور الحسين. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، خليكم معانا. وانا كان معايا اتصال من ندى، بقولك يا ندى احنا مستنيينك على الهواء مباشرة، منتظرينك في ان شاء الله في الاتصال القادم. تعالوا نكمل موضوعنا ونقول التطور والابداع شيء مرتبط ببعضيه، بمعنى ان انا بكتسب مهارات وبطور منها وابتدي ان انا ابدع فيها بشكل جديد. يعني ان انا هتعلم حاجة مفيدة وهبتدي اقولها لاولادي، هبتدي اقولها مثلا لو كنت معلم هبتدي اقولها لمدرستي، هبتدي اتعلم شيء جديد واطور منه بشكل مفيد. طيب خلوا بالكم ان هنقول ايه، تطوير التعليم في الوقت الحالي ابتدى ان هو يتيح لي حاجه جميله جدا، وهي عباره عن ايه، ان انا ممكن استخدم استراتيجيات حديثه جدا. تمام، ومعانا اتصال ونقول الو استاذ محمد من اسوان. أو أستاذة مين معايا؟ عليكم السلام. أم محمد معاكي. أم محمد يا أهلا وسهلا بيك يا أم محمد، منورانا. الأخبار عاملين إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي، منورانا ومنورينا أهل أسوان الكرام. الله يسلمك، شكرا. أنا والله العظيم معايا ولادي تعبيني خالص، محمد ده ساقع على الآخر يعني. عمره قد إيه؟ عنده 6 سنين. 6 سنين، تمام. طيب قولي لنا إيه السلوك اللي بيصدر منه مثلا وعايزة تعدليه؟ بيقعد ساكت دايما، عايز يخرج وعايز يلعب وعايز يتنطط ومعذب اخواته البنات. حبيبتي ربنا يبارك في اولادنا، وان شاء الله هتلاقي اجابه لسؤالك دلوقتي حالا. مش راضي يتعلم خالص والله، رفض التعليم خالص. لسه هنقول لك هنعمل ايه علشان نربط ما بين التعليم ونخلي محمد يحب التعليم. ومن خلال الفتره دي زي ما بقول لحضراتكم ان في تطور للتعليم بشكل مفيد عن طريق المحاكاه، ان هو بيتطور من خلال الواقع اللي عايش فيه. فعلشان كده اسمعينا وهتشوفي هنعمل ايه علشان محمد يحب التعليم وكمان يحب كل اللي حواليه ويتواصل معاهم بشكل جيد. بنشكرك يا أم محمد من أسوان، تعالوا نكمل موضوعنا ونقول لكم إجابتنا دلوقتي حالا. زي ما قلت لحضراتكم ابني بياكل أنواع من الأطعمة، عنده فرط حركة، فرط الحركة ده نتيجة أنه هو بياكل أنواع من الأطعمة، عنده شقاوة زيادة. طيب الشوكولاتة مفيدة؟ لا، هحاول أن أنا يعني أقلها شوية، أو بمعنى الصح أخليها أمنعها بتاتا في الفترة دي. طب هاكله ايه؟ في اكلات صحيه ومفيده. يمكن المنهج بتاع الصف الثالث الابتدائي في الوقت الحالي بيتكلم عن الاطعمه الصحيه والمفيده علشان اولادنا ينمو على الفطره بشكل سليم وصحيح. زي الخضروات، هاكلهم خضروات، هاكله كالسيوم، هاكله بيض، هاكله هشربه لبن، هشربه حاجات مفيده جدا. لو قدرت ان انا ابطل الاطعمه او الاكلات الجاهزه من الخارج او الشيبسي همنعه عنه بتاتا، برضو احاول اقلل من الاطعمه اللي بتعمل لي او بتزود الباور عند الاطفال وبتزود الطاقه بتاعتهم. البونبوني، الشوكولاته، الحلويات، السكريات بصفه عامه هحاول اقللها شويه. طب هعمل ايه مع ابني بعد ما اقلل ده؟ هحاول اعوده على حاجه مفيده، وليكن اسماك التونه، وليكن البيض زي ما قلت، هقعده شويه في الشمس يهدى شويه بحيث ان هو يكتسب فيتامين دي، وهبتدي ان انا اطور من معلومات ابني وابتدي ان انا احاول اتواصل معاه زي ما ابني هو اكيد بيحاول يتواصل معايا بس مش عارف، بيجري ويتنطط وبيعمل شقوات كتير. من خلال الاكلات دي هتقللي من فرط الحركه الزياده اللي عنده. هبتدي اشوف مشكله ابني ايه في التعليم، هحاول ان انا اتواصل معاه، اشوفه بيمسك القلم ازاي، بيتعامل ازاي مع اصحابه، هيكتب ازاي. تمام، معانا اتصال استاذه مروه، نقول الو. ام اروى السلام عليكم. عليكم السلام يا ام اروى، منورانا. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، ازيك يا استاذه نور، عامله ايه؟ اهلا بحضرتك، استاذنك بس توطي التلفزيون وتسمعينا من خلال التليفون. حاضر، ازي حضرتك يا استاذه نور؟ اهلا بيك يا ام اروى.
انا انت باينه مشاغبه. ايه؟ هي دلوقتي سامعاكي. تمام. رودينا مشاغبة جدا. رودينا هي معاكي دلوقتي، حضرتك وجهي لها رسالة صغيرة كده، هي عندها 5 سنين. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك لك فيها وفي كل أولادنا اللي بيسمعونا. أنا حقيقي بكون سعيدة ومبسوطة بأولادنا وحبايبنا اللي بيسمعونا من البيوت وبيشاهدونا كمان. يمكن أنا متعودة على الراديو كتير فبقول لكم بيسمعونا، لكن أنتوا بتشاهدونا كمان. بصي يا رودي يا أيوة جميلة طبعا. احنا هنقول كلمة رودي الجميلة اللي نورتنا واللي هتجاوب على فزورتنا، حاولي تجاوبي على الفزورة الجميلة اللي طرحناها. ولكن يا رودي احنا لازم نسمع كلام ماما، لان ماما هي اكتر حد بيحبنا. ماما وبابا اكتر حد بيحبنا في الوجود، واكتر حد نفسه يجيب لنا كل حاجة احنا بنحبها. ولكن انا لازم اسمع كلامهم علشان اقدر اساعدهم واساعدهم كمان. صح يا رودي؟ صح يا طنط نور. اكيد. طيب اسمعونا وشاهدونا يا رودي يا جميله، ويا ترى عرفتي حل الفزوره ولا لا؟ ايوه عرفت حل الفزوره. طب فين رودي تقولي الاجابه؟ يلا قولي لنا الاجابه. الو؟ انا مستنيه اسمعك. عرفتي اجابتنا؟ واضح ان رودي مكسوفه جدا. طيب تعالوا نشوف احنا هنتكلم في ايه دلوقتي، وننتظر اجابه جميله من كل اطفالنا اللي موجودين وبيشاهدونا وبيسمعونا مع اولياء امورهم، مع باباهم ومع مامتهم. مستنيينكم تتواصلوا معانا، قولوا لنا حكاياتكم، قولوا لنا مواقفكم، قولوا لنا بتتعلموا ايه من الخاله ناني، وتواصلوا معانا دايما. ولو عندنا سلوك مثلا مش حابينه في اولادنا، قولوا للخاله ناني وهتصححه باذن الله، وهتنتج لكم حكايات جميله لاطفالنا في كل وقت. تعالوا نكمل موضوعنا، السلوك الجميل ازاي نعدله. زي ما قلنا ان انا ببتدي اتواصل مع ابني، وهرجع تاني لام محمد اللي كانت بتسالنا عن فرط الحركه. زي ما قلت لحضرتك شوفي هو بيشاهد ايه او بيتعامل مع ايه وبيسمع ايه، وهحاول اقلله برضو ان انا اشوف او اوجهه ان ده مش صح. ما تحاولش ان انت تتشقى زي كده، ده شيء مش صحيح، وعلشان كده شوف جزاته كان ايه. هشوف الجزاء اللي موجود من خلال القصة او الحكاية اللي بتتعرض او الحاجة اللي هو بيشاهدها كفيلم كرتون او اي شيء، وهحاول اوجهه ده مش صح. ما ينفعش ان انا اسيب ابني في العمر ده من 4 سنين لحتى 8 سنين اسيبه هو اللي يوجه نفسه. لازم اكون انا موجودة وبشاهد الشيء اللي هو بيتابعه علشان اقدر اوجهه. يمكن كتير من شغال الدنيا حوالينا، وان السرعة والعمل والاب والام منشغلين دايما بالدنيا اللي حواليهم، خلتهم يأثروا مع اطفالهم الصغار. تعالوا نشوف مين معانا استاذة اسماء ونقول الو. اهلا وسهلا. طيب معلش الاتصال فصل، بنقول لك تابعينا تاني واتصلي بينا يا استاذة اسماء، منتظراكي. تعالوا نكمل موضوعنا ونقول تاني ان احنا بنوجه اطفالنا لازم نتابعهم في الاعمار الصغيرة دي. لازم اوجههم انا بشخصي، وكمان هبتدي في المراحل الكبيرة برضو اوجههم، بمعنى ان بالشكل وهم صغار انا اللي بيكون لي الدور الكبير جدا في التوجيه ليهم. لكن لما هيبتدوا يكبروا هيبتدي في معاهم مرحلة مختلفة، وهي مرحلة المراهقة. هبتدي ان انا اشوفهم واتابعهم من بعيد مش اقيدهم. كتير من اولياء الامور وكتير من المسؤولين عن الاولاد دول بيكون ليهم، هيحاولوا ان هم يعني يسلطوا الضوء عليهم، او بمعنى ان هم يقيدوهم ويقيدوا حريتهم. هم الاولاد بيحسوا بكده، ولكن انا لو انا صاحبتهم من خلال اعمارهم الصغيرة ابتديت ان انا اشتغل معاهم باسلوب المرشد. استاذة عزة ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذة عزة، منورانا. بوجود حضرتك. الله يخليكي، بتتابعينا منين؟ بتابعك من على التلفزيون. تمام. من اي محافظة؟ من الشرقية. اهلا وسهلا باهل الشرقية الكرام. قولي لنا يا استاذة عزة، استفسار حضرتك عن ايه واحنا معاكي وهنوجهك ان شاء الله. بنت عندها 4 سنين وما بتسمعش الكلام وعنيدة جدا. تمام. اسمعينا وهتلاقي برضو الإجابة عن سؤالك إن شاء الله. وشكرا ليك يا أستاذ عزة، وشكرا لأهل الشرقية الكرام.
انا ملاحظه ان الاتصالات جايه على عمر 4 سنين، وان احنا ما بنقدرش نتواصل مع اولادنا او اللي اعمارهم 4 سنين عصبيين بشكل مفرط، مش بيستجيبوا بسرعه، عندهم اسلوب العند زي ما قلت لحضراتكم، اسلوب العند من 4 سنين ل6 سنين ده شيء متدارك، ان هو بيحاول يكتشف او يعرف اسلوبك انت كاب او ام يتواصل معاك ازاي. ممكن الطفل بيبتدي ان هو يتشاقى ويعمل عصبية عشان ينول اللي هو عايزه، مثلا هنقول مثلا عجبه شيء مميز موجود، بيبتدي ان هو يتعصب جدا، يقول لك لا، يعني بيصوت بيزعق بيعيط عايز دي ويخرب الدنيا. طبعا انت حضرتك او حضرتك من خلال السلوك ده هتحاول تجيب له الحاجة اللي هو عايزها عشان يسكت، لا ده شيء مش صح. انا هحاول اعمل ايه؟ هقول له لو سكت هجيبها لك، لكن طول ما انت بتعمل كده مش هجيب لك اللي انت عايزه. هو بيفهم وبيستجيب. طب اتشقى اكتر، اوعى. كتير من اولياء الامور بيغلط وبيحاول ان هو يسكته يجيب له الحاجه دي، بيبتدي الطفل يستنبط من خلال سلوك حضرتك انت ان هو طول ما هو عايز حاجه، وبيكبر على هذا الاساس، طول ما هو عايز حاجه بيبتدي يزعل، بيبتدي يصوت، بيبتدي يتشاقى. طبعا مع العمر الكبير بيبتدي يتطور بشكل اكتر، ان هو مثلا بيغضب بسرعه، بيتنرفز اكتر، بيبتدي ان هو يعني هيقدم لك سلوك غير سوي انت مش قابله قدام حتى الاخرين. فزي ما بقول لحضراتكم، انت اللي بتوجه الطفل في العمر ده. طب هو بيتشاقى ده شيء صح؟ على فكرة هو في العمر ده بالنسبة ل4 سنين هو بيبتدي يتدارك، بيحاول يستنبط اسلوبك انت ايه الشيء اللي يمشي معاك بيه. اطفالنا اذكياء جدا 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 بشكل غير عادي، بيستجيبوا لكل هنقول ايه، لكل شيء مؤثر حواليهم. حاول ان انت تقدم لهم مخزون مفيد من المعلومات ومن السلوكيات، بمعنى ان انت توجهه في الوقت الحالي علشان في المستقبل ما يتعبكش. نرجع تاني نكمل موضوعنا ونقول ان التطور شيء اساسي في حياتنا، وان احنا ازاي نكون مبدعين من خلال تدارك الامور اللي حوالينا بتطور مستمر، ان احنا نحاول نطور منها. طب انا بحاول ان انا مثلا عندي طريقة جميلة لمثلا وليكن طريقة مسألة في الرياضيات، او مش مجال التخصص بتاعي، مسألة في الرياضيات بتاخد مثلا هنقول 3 طرق لحلها، ابني قدر يجيبها في طريقتين، يعني عمل المعادلة دي في حاجتين بس قدر يجيب النتيجة، مش 3 طرق، مش 3 يعني هنقول 3 نماذج. ابني مبدع، هل ان انا احكم عليه ان هو غشاش؟ قدر ان هو يعني ما قصر في حاجة فجابها كده معلومة من الهوا؟ لا. طيب تعالوا نكمل ونقول الو، اهلا وسهلا استاذ محمود. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، حضرتك بتكلمنا منين؟ من اي محافظة؟ من القليوبية. اهلا وسهلا باهل القليوبية، منورنا. اتفضل يا فندم، مع حضرتك استفسارك عن ايه؟ والله انا عندي معايز 6 سنين وداين 4 سنين، مجننين، عايزينك تقول لهم حاجة كده ان هم يسمعوا الكلام. ماشي استاذن حضرتك، بس وطي تلفزيون واسمعنا من التليفون. حاضر ماشي. تمام. حضرتك بتقول لنا ان عندك معاذ عمره قد ايه؟ معاذ عنده عمره 6 سنين. عنده 6 سنين، ورضينا؟ رضينا 4 سنين. طب ايه السلوك اللي حضرتك عايز تعدله لهم؟ يعني قولي عن حاجه بتصدر منهم بشكل مستمر. معاذ دايما شاقي على طول وبيعمل مشاكل، حتى لو نزل الشارع شويه، احنا طبعا بقى الارياف. تمام. كورونا يا جماعه. بعد العصر كده في التراوح. تمام. حتى لسه امبارح يعني كسر ازاز بتاع واحد جاري كده بتاع محلي. تمام، هنقول لحضرتك تتواصل معاه ازاي وتوجهه ازاي. شكرا لاتصال حضرتك استاذ محمود، وانا بجد سعيده جدا لاتصالاتكم الجميله وتواصلكم معانا. تمام، هنقول الاجابه بتاعت ازاي نتواصل مع اطفالنا، ازاي بخاصه معاذ اللي عمره 6 سنوات. معاذ مش مدرك ان ده شيء غلط يا بابا، او ان اللي بيعمله ده، هو فاكر ان ده شيء جذب للانتباه. يعني في بعض الاطفال ما بيكونوش عارفين ان ده شيء خاطئ، لكن مفكرينه ان ده شيء بيجذب انتباه اللي حواليهم. حاول تدي معاذ ثقه بنفسه اكتر، وتحول له الشيء السلبي اللي في حياته، او بمعنى ان هو السلوكيات الخاطئه دي تحاول توجهه ان لو عمل
حاجة تاني أكتر، لو مثلا رسم، لو كتب معلومة، لو اتعلم حاجة مفيدة هيكون مميز فيها أكتر أكتر من شقاوة. وطبعا عشان الكورونا ربنا يحفظ أولادنا ويحميهم يا رب من أي شيء وحش إن شاء الله، ربنا يبارك فيهم. وأنا سعيدة جدا بتواصل كل اللي تواصلوا معانا من خلال حلقتنا علم طفلك مع الخالة ناني. ما تنسوش تتابعونا على الفيسبوك كل أصحابنا وكل إخواتنا وكل اللي بيتابعونا وأحباب الخالة ناني في كل مكان، تابعونا على الفيسبوك على حكاية الخالة ناني، وعلى اليوتيوب هنقدم لكم حكايات تخدم أولادكم وخاصة لسن 4 سنين و6 سنين زي ما جه النهاردة الاتصال ليهم ولشقاوتهم. إن شاء الله هنوجههم للشيء الصح. يا ريت تتابعونا دايما وتابعوا إن شاء الله الإعادة أو اللينك اللي هيكون موجود لحلقتنا، ابحثوا عن علم طفلك مع التطور والإبداع للخالة ناني، هتلاقوها على اليوتيوب إن شاء الله. شكرا لكم، وانتظرونا في حلقة جديدة مع الخالة ناني. بحبكم.